القدر يمنح حسام حسن فرصة قيادة منتخب مصر لتحقيق حلمه الذي طال انتظاره، لكن التحدي كبير والتركة ثقيلة بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية التي توج العميد بثلاثة ألقاب منها كلاعب. شعب كله في الفترة اللي فاتت تأثر كثير بخروج المنتخب من بطولة أمم أفريقيا، وكان الاتجاه كله في الفترة اللي فاتت لمدير فني مصري وطني يقود المرحلة القادمة. تم اختيار الكابتن حسام حسن لتولي مسؤولية المنتخب المصري في الفترة القادمة، واحنا كلنا ثقة زينا الشعب المصري جميعا ان كابتن حسام حسن هيحقق المراد للشعب المصري إن شاء الله في الفترة القادمة. روح وحماس وجراءة حسام حسن التي يتميز بهم أهم ما ينقص منتخب الفراعنة مؤخرا، وفي انتظار أن يتحقق بتلك الصفات ما فشل فيه فيتوريا. مصر كبيرة جدا، منتخب مصر كبير جدا، الناس كلها بصلوا بصة إحنا مش مستوعبينها، الناس اللي في الخارج بتنظر لمنتخب مصر نفسهم إن هم منتخب الكبير اللي واخد 7 بطولات كأس أمم، إن هم يقربوا مننا. فبذلك انا ببدا بالكلام ده لان انا شفت قد ايه احنا كبار قوي في القاره الافريقيه، وبوعد الشعب المصري والقياده السياسيه والقياده المنظومه الرياضيه والاعلام اللي موجود هنبذل اقصى ما في وسعنا وجهدنا لان متكمل مسيره منتخب مصر الكبير مكانته الكبيره في العالم وفي افريقيا بالتحديد والوطن العربي. العوده لمنصات التتويج وتقديم مستوى يليق باسم الفراعنه مطلب شعبي، ونجاح التوام في تحقيقه يساهم في عوده الجمهور للمدرجات ويسطر اسمهم بمجد جديد. المسؤوليه اللي علينا ان احنا ننقل خبراتنا والروح اللي احنا كنا شغالين بيها واحنا في الملعب ان شاء الله تتنقل للمجموعه اللعيبه المحترمه اللي موجوده. فمسؤوليه تولي مسؤوليه منتخب مصر مسؤوليه كبيره جدا، واحنا انا وحسام عارفين حجمها. فباذن الله الفتره الجايه اللي انا اتمناه ان كل الناس الجمهور المصري الشعب المصري يلتف حوالين منتخب مصر زي زمان. حسام حسن في مهمة إعادة منتخب الفراعنة للواجهة الإفريقية والعالمية وتحقيق الإنجازات من جديد، فهل ينجح في مهمته؟ إيمان حفني، Box to Box ETC.